عم نعطي شيء مرتب، الناس عم فيدباك من الاكل طيب، رغم مش انا اكيد، رغم بأول أسبوع تقريبا عملنا 2600 وجبة كانت عم تتوزع على الضيعة والمدارس. بس أنا بس يجي جدار الصوت بتحسي البواب هيك بدها تطلع من محلها، عارف بكون عم اشتغل ومنط. بلشت فكرة دكانة الناس من مجموعة شباب وصبايا، خلقت بال 2020 كنا عم نجرب نساعد العالم لنأمن لهم احتياجاتهم خصوصا مع الأزمة الاقتصادية. مع دولرة الاقتصاد اختلفت القيمة النقدية قديش قدرت تشتري، فكرمال هيك قررنا ننقل شيء مبادرة تكون مستدامة قادرة تدعم حالها وتطور حالها وتضلها قادرة تستمر لتدعم هذا المجتمع قد ما فيها. الناس بيجيبوا عبواتهم بينحطوا على الميزان، بيتصفى الميزان، بيعبوا الاشياء اللي بدهم اياها، سو هن بيدفعوا بس حق البرودكت اللي عم يشتروه. بكل الازمات الناس اللي بتشتغل بالاول هي الناس اللي بتكون متحمسه، بس يجي الفند ببلشوا الان جي اوز يجوا على الارض وبيتركوش محل لحدا. لا يخلص الفند بنرجع بيختفوا از يوجوال، يعني بيرجع الشغل على العالم اللي هي فعليا حابه تساعد بتكون بهول الاشياء. Go for it.